السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الأمريكي إلى اليمن لمناقشة تطورات الوضع على الساحة اليمنية. مجلس الوزراء يناقش الجدول التنفيذي لخطة التدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي. الجيش الوطني يحقق انتصارات جديدة ويكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة جنوب مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وإحلال السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية إثر انقلابها على الإجماع الوطني وخيارات الشعب اليمني في الدولة المدنية الاتحادية. وأشار فخامة الرئيس إلى التصعيد العسكري الحوثي المستمر على محافظات مأرب وشبوة وتعز من خلال استهدافهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وما تسبب ذلك من استشهاد وإصابة المئات من المدنيين والنازحين بينهم نساء وأطفال، ناهيك عن الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، لافتا إلى استمرار الميليشيا الحوثية في حشد الأطفال والمقرر بهم والدفع بهم إلى محارق الموت، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تؤكد للعالم أجمع أن الميليشيا الحوثية ليست جادة للسلام وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، بل أنها تسعى لمواصلة جرائمها بحق أبناء الشعب اليمني. وجدد رئيس الجمهورية حرصه على إحلال السلام الدائم والشامل وفقا للمرجعيات الأساسية وإنهاء الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني، مؤكدا أن الحكومة كانت ولا تزال تنشد السلام الذي يؤسس لمستقبل آمن لليمن ويحقن دماء أبناء الشعب اليمني، معربا عن تطلعه لممارسة المجتمع الدولي لمزيد من الضغوط على هذه العصابة للجنوح للسلام ووقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والنازحين والمنشآت العامة والخاصة. وأشار فخامة الرئيس إلى الدور الإيراني التخريبي في المنطقة من خلال تغذية عناصره المتمثلة بالميليشيا الحوثية بالمال والسلاح من أجل تأجيج الصراعات في اليمن ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية وخلق حالة من عدم الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خدمة لأهداف إيران في اليمن والمنطقة، مؤكدا أن أبناء الشعب اليمني لن يسمح بمرور التجربة الإيرانية وسيقف بصلابة أمام المشاريع التدميرية والتخريبية التي تصدرها إيران عبر أذرعها من العصابات والجماعات المسلحة. وقال رئيس الجمهورية: إن أيدينا مفتوحة دائما أمام كل دعوات السلام ووقف الحرب، حرصا منا على حقن دماء أبناء الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وإعادة إعمار ما خلفته الميليشيا الحوثية، مؤتمنا جهود الولايات المتحدة الأمريكية وحرصها الدائم على السلام ووقف الحرب وتقديم الدعم لليمن في مختلف المجالات. ومن جانبه ثمن المبعوث الأمريكي جهود فخامة الرئيس الرامية إلى إحلال السلام ووقف الحرب، مجددا دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وإنهاء الحرب وإحلال السلام لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار. استقبل فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر. وخلال اللقاء أطلع المحافظ فخامة الرئيس على جهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة بالمحافظة وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتفعيل أجهزة ومكاتب مختلف مؤسسات الدولة وجهود المقاومة واستبسالها في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدوانها الهمجي على المواطنين العزل في قراهم ومناطقهم. وثمن فخامة الرئيس تضحيات أبناء المحافظة وبسالتهم في مختلف الجبهات في إطار المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا
أن الدولة ستقدم لهم الدعم اللازم لتقديم الخدمات للمواطنين ومواجهة ميليشيا الحوثي حتى يتم دحرها وتحقيق الانتصار عليها. أشاد رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف معاناتهم التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية. وشدد فخامة الرئيس على ضرورة توحيد الجهود والإمكانات لإعادة تطبيع الحياة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ناقش الجدول التنفيذي لخطة التدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي والمسؤوليات المناطة بالوزارات والجهات ذات العلاقة في إطار العمل التكاملي والموحد. وعرضت اللجنة المختصة بالإسناد والدعم العسكري والأمني برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المهام الماثلة أمامها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حول تسخير كافة الإمكانيات لدعم الجيش وجعل المعركة الأولوية الأهم والعمل على رص الصفوف وتوحيد القوى في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وتطرقت إلى برنامج عملها للتواصل والتنسيق لتوفير المتطلبات الضرورية من الجانب الحكومي وفقا للخطة العامة الموضوعة للمعركة وتقييم الأوضاع العسكرية والأمنية وضبط وتنظيم كل ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية واللوجستية للمعركة بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة، إضافة إلى تنفيذ برنامج للتعبئة الشعبية والتحشيد السياسي والجماهيري. واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الدفاع الفريق محمد المغدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز حول سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني ضد الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع، مشيرين إلى المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون الشجعان وصمودهم وتضحياتهم واستبسالهم في وجه المشروع الإيراني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، لافتين إلى أهمية مضاعفة الإسناد الحكومي للمعركة في هذه الظروف الاستثنائية. وحمل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان نقل تحياتهم وتقديرهم لكل الجنود والصف والضباط ورجال القبائل والمقاومة الشعبية الذين يواصلون تقديم التضحيات تلو التضحيات من أجل الإنهاء مشروع الإنقلاب العنصري الذي عاث فسادا وتدميرا في اليمن وارتكب أبشع الجرائم بحق أبنائها خدمة لأجل ذات دخيلة ومرفوضة تسعى لتحويل موطن العروبة إلى شوكة إيرانية في خاصرة دول الجوار وتهديد أمن واستقرار المنطقة والإقليم والعالم. وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل إشكال الدعم والإسناد للمعركة المصيرية للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والحفاظ على هوية وعروبة اليمن واعتبار ذلك في قائمة أولوياتها، مؤثمنا الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإسناد الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني، منوها باستشعار الجميع على المستوى السياسي والمجتمعي بأهمية توحيد الجهود للانتصار في هذه المعركة ونبذ كل الخلافات والتباينات وتجاوزها وتحشيد كل الإمكانات نحو العدو المشترك للشعب اليمني والعرب عموما. وترحم مجلس الوزراء على الشهداء الأبرار الذين فدوا تراب الوطن بأرواحهم موجها بعلاج ورعاية الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء تقديرا لتضحياتهم الغالية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أن العزاء لكل شهداء الوطن هي مواصلة دربهم الذي قدموا من أجله دماءهم الطاهرة والزكية بتحقيق النصر على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. كما قدمت اللجنة المختصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني أولوياتها للعمل على ضبط أسعار صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وتنمية ورفع وتوسيع الموارد وترشيد وتقليص النفقات وغيرها من المهام المتصلة بمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية المحددة.
وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الوضع المعيشي والخدمي للمواطن على المواطنين على ضوء تراجع سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار إضافة إلى أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخذ بهذا الخصوص عددا من الإجراءات للتعامل معها بشكل عاجل. ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ كلا فيما يخص المهام والواجبات المحددة بموجب التكليفات لمعالجة الوضع القائم بصورة سريعة. وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم إقرارها خلال ترأسه اجتماعا لقيادة ومجلس إدارة البنك المركزي اليمني لضبط سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك ضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، واستثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي واستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة والأثر المتوقع لها خلال الفترة القريبة القادمة، مشددا على الوزارات والجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها لاستمرار تحسين الخدمات واستقرار العملة المحلية وتفعيل عمل القطاعات الإيرادية واطلاع الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمهامها والعمل على تصحيح الاختلالات الإدارية في مختلف قطاعات الدولة. أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عمليات تجنيد الأطفال في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها. أوضح معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي تصعد من عمليات تجنيد الأطفال والزج بهم في هجمات انتحارية على خطوط النار في جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، وسقوط المئات منهم بشكل يومي بين قتيل وجريح. وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تضاعف عمليات استدراج وتجنيد الأطفال دون سن 18 لتعويض مخزونها من المقاتلين الذين أوشكوا على النفاذ جراء الخسائر البشرية غير المسبوقة التي تكبدتها وما تزال منذ تصعيدها في جبهات محافظة مأرب في أوسع جرائم لاستخدام الأطفال في العمليات القتالية في تاريخ البشرية. وأضاف الإرياني إن تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومواصلتها لعمليات تجنيد الأطفال وسوقهم للموت في محارق مفتوحة تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل التي لم تتخذ أي إجراء يذكر لوقف جرائم الإبادة الجماعية لأطفال اليمن ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات. شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرقبي في الفعاليات المشتركة عالية المستوى حول التعليم والبيئة تحت شعار معا لمستقبل فاعل للعمل المناخي في قطاع التربية والتعليم، والتي نظمتها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 المنعقدة في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة. وشددت الفعالية بمشاركة وزراء البيئة والتعليم في الدول المشاركة في فعاليات مؤتمر COP26 على ضرورة الوصول إلى صافي انبعاثات يساري أو يساوي صفر من قطاعات التربية والتعليم المختلفة، إضافة إلى الحاجة الماسة لإدخال مفاهيم البيئة والتغيرات المناخية في مختلف قطاعات التربية والتعليم والتركيز على توعية الأطفال والنشأ بمفاهيم الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. وأكد الوزير الشرقبي على ضرورة إشراك المجتمعات في القضايا البيئية بطريقة علمية صحيحة ونشر المفاهيم والقيم البيئية التي من شأنها تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب وترسيخ السلوك المهتم بقضايا البيئة. ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب في اجتماعها برئاسة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، ناقشت المستجدات الأمنية والعسكرية والتطورات الميدانية في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية في كافة الجبهات. وأشاد اللواء العرادة بجهود الأجهزة والوحدات الأمنية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار وتفاني رجال الأمن في أداء واجبهم خلال الفترة الماضية، وحثهم على بذل المزيد من تلك الجهود ورفع الجاهزية الأمنية للتعامل مع كافة التحديات والمخاطر وإفشال كل المحاولات الرامية إلى إرباك الوضع الأمني في المحافظة والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية الإرهابية وإحباط مخططاتها الإجرامية وردع كل من تسول له نفسه تهديد أمني واستقرار للمحافظة وزعزعة السكينة العامة للمواطنين.
وعبر المحافظ العرادان شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على متابعتهم المستمرة لمجمل التطورات التي تشهدها المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية، وتقديم الدعم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في هذه المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية. وثمن محافظ مأرب المواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المتواصل للحكومة الشرعية في كافة المجالات، وفي مقدمتها الدعم العسكري واللوجستي غير المحدود لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيات الإنقلابية، واستمرار الإسناد الجوي والنوعي لأبطال الجيش والمقاومة واستهداف وتدمير تعزيزات الميليشيات وتحييد قدراتها العسكرية في كل الجبهات. واستمعت اللجنة الأمنية إلى تقييم شامل للموقف الأمني والعسكري وسير العمليات والمعارك المتواصلة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات المحافظة، وأبرز التحديات الراهنة في ظل استمرار تصعيد الميليشيات الإنقلابية وتكثيف عدوانها على المدنيين وحشدها للآلاف من عناصرها المغرر بهم من أبناء القبائل من كل المحافظات اليمنية والدفع بهم باتجاه مأرب. تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات مأرب عقب سيطرة قوات الجيش على منطقة العمود في مديرية الجوبة جنوب المحافظة. وقال مصدر عسكري إن المعارك تدور في سلسلة جبال الوشحة ومحيط قرية العمود وجبال السواد بمديرية الجوبة جنوب مأرب، وأكد أن قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة العمود بالكامل وأنها تواصل التقدم باتجاه منطقة البعرة في مديرية الجوبة. وأضاف أن معارك عنيفة تدور في قرية الروضة إحدى قرى عزلة نجا بمديرية الجوبة التابعة لمحافظة مأرب وفي شرق السمع وجبهة ملعى، وتزامنت المعارك مع أخرى في جبهة سرواح من جهة وادي دنة تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي وقت سابق أعلنت قوات الجيش الوطني سيطرتها على معسكر أم ريش بعد يوم واحد من إعلان الميليشيا الإنقلابية وصولها إليه. كبدت القوات المشتركة ميليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر بشرية كبيرة في محافظة الحديدة. وقالت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة استهدفت ميليشيات الحوثي بضربات مركزة على ثكناتها شرق الحديدة. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية بالتزامن مع تقدمها نحو المواقع التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها. استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منازل ومزارع المواطنين بمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة جنوب الحديدة. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا قصفت البلدة بقذائف مدفعية الهون الثقيل بصورة هستيرية في الوقت الذي أمطرت مزارع المواطنين بعدد من القذائف المحمولة بالطيران المسير. وأضافت المصادر أن القصف الذي تشنه الميليشيا الإرهابية خلف حالة من الهلع والرعب في صفوف المدنيين الذين يقطنون في منازلهم لا سيما النساء والأطفال، واضطر المزارعون للفرار من مزارعهم وترك أعمالهم للنجاة بحياتهم من القصف الحوثي. وتستمر جرائم الميليشيات الحوثية. توفي مواطن متأثرا بإصابته برصاصة أحد قناصة ميليشيات الحوثي الإنقلابية في محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن المواطن أسامة علي صغير توفي متأثرا بطلقة نارية أصيب بها في الرأس. وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي أطلقت النار على أسامة في مدينة حيس جنوب الحديدة. استشهد مواطن في العقد الخامس من العمر برصاص الميليشيا الحوثية في مديرية ماوية شرق محافظة تعز. وذكرت مصادر محلية أن مواطن في العقد الخامس من العمر قتل برصاص مسلحين حوثيين بمنطقة شعب صالة شمال شرق مديرية ماوية بعد خروجه من المسجد. وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين ميليشيا الحوثي وأهالي المنطقة على خلفية الحادثة التي أثارت استنكارا واسعا من قبل أبناء المنطقة. تعادل فريقا عروبة صنعاء وشباب الجيل بالحديدة سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفقيد الخليفي بعتق.
ذلك في إطار تصفيات الإياب لتجمع شبوة الرياضي لأندية الدرجة الأولى بالجمهورية، ولم يفلح لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف على الرغم من الفرص التي توفرت لهم. الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى حالة الطقس خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. لمن فاتته أخبارنا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية استقبل المبعوث الأمريكي إلى اليمن لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية. ومجلس الوزراء يناقش الجدول التنفيذي لخطط التدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي. الجيش الوطني يحقق انتصارات جديدة ويكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة جنوب مأرب. نشرة الأخبار أعزائي المشاهدين قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. طابت أوقاتكم في أمان الله. إلى اللقاء.